تعالوا نتكلم على لسه سامسونج ما وصلش. هندخل بقى في الكوره شويه. لسه سامسونج ما وصلش، وانا سعيد ان نادي الزمالك عمل عقوبه مغلظه عليه، وانا معلوماتي ان الزمالك هيعمل عقوبه مغلظه عليه، وانا اتمنى العقوبه تكون مغلظه قوي 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 قوي. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانك عمرك ما هتعمل فرقه محترمه، عمرك ما هتعمل نتائج محترمه الا لما تقيم العدل. اللعيبه اللي بتتمرن مع فيريرا دلوقتي دول اللي يستاهلوا، انما سامسونج لا، سامسونج بيجس نبض نادي الزمالك، بيغيب له يومين ثلاثه زياده، ومش عارف ان عنده تدريبات استعدادا لمباريات مهمه، بيجس نبض الزمالك. هل هيوقعوا عليه عقوبه جامده ولا الدنيا هتعدي؟ ومن الحاله دي يبدا سامسونج يعرف شخصيه نادي الزمالك عامله ازاي. فانا اتمنى لو العقوبه اللي تتوقع عليه 10 جنيه تبقى 50 جنيه. يعني انا اتمنى ان سامسونج لو هتتوقع عليه عقوبه 10 جنيه تبقى 50 جنيه. في واحد بس اسمه علي حسين هنعمل له بلوك، والزريبه دي ممكن لو رحت هناك تلاقي السيده الفاضله هناك قاعده في الزريبه بتاكل البهايم، بتاكل الجاموس والبقر والخرفان. هناك كمان في الزريبه يا علي هتلاقي فيه خرفان كتير، قطيع كتير قوي. روح كده هناك وممكن تسلم على ماما وسلم لي عليها. فده بالنسبه للعقوبه بتاعه سامسونج اللي اتمناها تكون عقوبه مغلظه. تعالوا بقى بينا ندخل على الموضوع قبل الاخير. هتكلم عن حسين لبيب ونتكلم على كهربا احلى كلام. ونتكلم على كهربا احلى كلام. يا عم خلاص عرفنا ان انت من الفيوم يا حسين. رحبوا باخوكم حسين لسه خارج من الحبس. كفاره يا سحس. تعالوا بقى نتكلم على حسين لبيب. حسين لبيب ما عجبوش البيان بتاع امبارح اللي هو عمله، البيان اللي احنا قعدنا نضحك عليه. حسين لبيب النهارده دخل في عمل بيان تاني بيقول لك ايه بقى، وانا برضو ما قريتوش قلت اقراه معاكم. يعني بيقول لك الزمالك اتوقف فترتين قيد يا فندم بسبب ابن رئيس النادي. ايه ده، هو امير مرتضى منصور مسك الفيفا دلوقتي؟ مبروك يا امير، والله انا ما كنتش اعرف، تستاهل والله يا امير. بيقول لك اتوقف مرتين بسبب ابن رئيس النادي. الملايين اللي دفعناها عشان نسوي مديونيات قضايا اللعيبه كانت بسبب اخطاء رئيس الزمالك واولاده وكوارث اداريه بالجمله مش بتاعتنا، وتحملت علينا. جمهور الزمالك كان بيهاجمنا طول الوقت من اجل افشالنا. يعني انتوا ناجحين وجمهور الزمالك ابن اللذينه كان عاوز يفشلكم. جمهور الزمالك كان عاوز يفشلكم يا كابتن حسين، معلش سامحنا. جمهور الزمالك كان بيهاجمنا طول الوقت من اجل افشالنا. يا واد يا ناجح، كلها كانت لجان الكترونيه تبع رئيس الزمالك واولاده اللي هو انا. اصل انا كنت ساعتها بهاجم حسين لبيب، وكان المستشار ما كانش موجود، كان تعبان وقاعد في سريره، وانا كنت ساعتها بهاجم حسين لبيب. فانا لجنه من ضمن اللجان الالكترونيه. حلو حلو، بس مش عارف انا لجنه رقم كام. لجان الكترونيه تبع رئيس الزمالك، ما بشوفش حد من جمهور الزمالك قادر يعمل زي ما كان بيتعمل فينا. يعني احنا مش قادرين نعمل مع المستشار زي ما كنا بنعمل في حسين لبيب. البطولة في نظر رئيس الزمالك هي تشويه كل الناس بما ليس فيهم لتسليط الضوء عليه فقط، مع العلم ان كل مشاكل الزمالك بسببه. يا ساتر يا رب. في فترة تواجدنا يا فندم كان بيدعي على الزمالك عشان يخسر اي بطولة عشان ما تتحسبش لحسين لبيب. هو انتوا شفتوا او سمعتوا مرتضى منصور دعا على الزمالك في اي مكان او في اي وقت السنة اللي اتعزلها دي؟ انتوا سمعتوا حاجه عن مرتضى منصور ولا صرح ولا اي حاجه؟ عشان نخسر بطوله، وبعد اي بطوله كان يطلع يغلط فينا ويقول ان هو اللي جايب اللعيبه. امال مين اللي جايب اللعيبه؟ خالتي. ما هو اللي جايب اللعيبه، القدم والسله واليد والطايره. ما هو وبعد اي بطوله كان يطلع يغلط فينا ويقول ان هو جايب اللعيبه. لو يطول يمسح تاريخ الزمالك باستيكه ويحط نفسه
بس هيعمل كده يا فندم، مش واخد باله ان التاريخ للمحترمين فقط، اما الاخرين معروف مكانهم. طيب قبل ما ارد على حسين لبيب، بالله عليك لو انت مكان المستشار مرتضى منصور هتعمل ايه؟ يعني لو انت مكان المستشار مرتضى منصور هتعمل ايه لما تسمع حد بيقول عليك كده وبيتهمك بالباطل؟ هتعمل ايه في حسين لبيب؟ يعني المستشار يستفزوه، يطلع يغلط فيهم بقى وحش، انما المطلوب ايه عشان مرتضى منصور يبقى حلو وكيوت وجميل يسمع شتمته وما يردش؟ يسمع شتمته وما يردش، هو ده المطلوب من مرتضى منصور عشان يبقى راجل محترم، يسمع شتمته وما يردش. اسف، اقل حاجه يعملها مرتضى منصور انه يطلع يرد على الكلام التافه ده. ويحسن يا لبيب، ويحسن يا لبيب جمهور الزمالك، وانا واحد منهم، انت بتقول علينا كتاب الكترونيه، قول زي ما انت عاوز تقول، كلامك لا هيقدم ولا اخر. احنا كتاب الكترونيه المرتضى منصور، بالمجان، يعني احنا كتائب بالمجان بندعم مرتضى منصور افضل رئيس نادي في التاريخ، في تاريخ نادي الزمالك، الراجل اللي جايب اكتر من 14 بطولة. ده انا ما كلمتكش على الالعاب الجماعية. يا حسين يا لبيب، يا اللي طفشت فرجان ساسي، اسكت وحط لسانك في بقك. يا حسين يا لبيب، يا اللي تسببت في غلق باب القيد بسبب ان انتم اكاديمية كاميرونية تحت بير السلم، ضحكت عليكم ولبستكم طرح وكسبتكم في الفيفا حتة اكاديمية تحت بير السلم، اسألوا معتز الشامي كان ممكن نكسب الاكاديمية دي بمنتهى البساطة. فيا حسين يا لبيب اسكت. يا حسين يا لبيب، يا اللي حمدي النجاز ضحك عليك وقال لك ان انا كسبت القضية وعمل لك ركبك الهوى، وهو ولا كسب قضية ولا حاجة، هو ضحك عليك ولبسك العمة، وانت اصلا اللي كسبان في الكاس في المحكمة الرياضية الدولية، وجبت وجددت له عقده واديت له مقدم وهو كان ضحك عليك. قلتم لعيب كرة يضحك على اكبر نادي في الشرق الاوسط؟ يا حسين يا لبيب، يا بتاعت فضيحة عقد زيزو وفضيحة عقد محمد صبحي والونش والجزيري وياسين مرعي، يا حسين يا لبيب، يا اللي مشيت حسين فيصل بالمجان، يا حسين يا لبيب، يا اللي مشيت الناشئين بالمجان، يا حسين يا لبيب، يا اللي خربت النادي، يا حسين يا لبيب، يا اللي سبت اوجوستي وولتر هودج للاهلي ومعرفتش تجدد معاهم، يا حسين يا لبيب، يا اللي طارق حامد واشرف بن شرقي ومحمد ابو جبل وقعوا في عهدك لأندية تانية. يا حسين يا لبيب عيب، يا حسين يا لبيب عيب، يا حسين يا لبيب، يا اللي لغاية دلوقتي بنحل في المشاكل بتاعتك، يا حسين يا لبيب، يا اللي بعد ما جددت لإمام عاشور العقد ضاع، العقد طار، يا حسين يا لبيب، يا اللي اتضحك عليك ها في قصة مصطفى محمد، ضحكوا عليك جلطة سراي، يا حسين يا لبيب، يا اللي سبت عمر كمال عبد الواحد وفيوتشر ضحك عليك بعد ما كنت مضي اللاعب في صفقة انتقال حر من المصري البورسعيدي، عيب عليك يا حسين يا لبيب، يا حسين يا لبيب، يا اللي معرفتش تاخد حق شيكابالا اللي توقف 8 مباريات بسبب الفاشل اللي اسمه احمد مجاهد، يا حسين يا لبيب عيب عليك، عيب عليك يا احمد مجاهد ما قدرتش تعمل معاه حاجه، يا حسين يا لبيب عيب، يا اللي امام عاشور اتوقف نص موسم في عهدك، عيب يا حسين يا لبيب عيب، اسكت عشان انت فضايحك كتير، يا حسين يا لبيب عيب على فضيحه التتويج بالدوري واللي حصل لاسر اللعيبه وازواجهم واولادهم، عيب يا حسين يا لبيب، عيب يا حسين يا لبيب، يا اللي ما قدرتش تحمي شيكابالا وكان المفروض الدور اللي شيكابالا عمله وتوقف بسببه ده كان دورك انت، ولا قدرت تحمي اللاعب ولا قدرت تحمي اللعيبه، ومحمد عواد اللي كان بطل الدوري وبيحتفل بالدوري واقف بره
ما بينه وما بين زوجته سور حديد مش عارف يدخلها. وكان يوم اسود يوم التتويج. يا حسين يا لبيب ده جزء صغير من كوارثك وبلاويك اللي انت عملتها انت واللجنة بتاعتك. مش هقول لكم على الفضايح. واهم مصيبة مرتضى منصور الرئيس الدكر. ما كان ممكن اي حد ما كان مرتضى منصور سيب الشريط بتاع التبرع ده يمكن نلمنا 500,000 جنيه ولا يمكن نلمنا 1,000,000 جنيه مصلحة. مرتضى منصور اول ما رجع قال لك شيل شريط الشحاتة ده مش مرتضى منصور اللي يشحت على نادي الزمالك. انت شحت يا حسين لبيب على نادي الزمالك. انت دمرت نادي الزمالك. انت افسدت نادي الزمالك. انت اكتر رئيس دمر نادي الزمالك. وانس اسامة زي ما هدير بتقول وبلاوي. فانا معرفش انت بتتكلم بأني عين. انت جايب عين منين انك تتكلم بالعين دي. انا معرفش انت جالك قلب منين. يعني انا لو منك والله العظيم اختفي طول الحياة لغاية اجل ربنا ما يعني ما يأذن. اختفي طول العمر على الكوارث اللي انا ولجنتي والسمري وجبريل وحسين السيد مواويل والزمالك مديون بمليار وفضايحنا والعقود اللي بتتسرب وشوبير يعرف فضايحنا من طريق جبريل حبيبه كل يوم. دي كانت كوارث. فكفاية كده النهاردة على حسين لبيب يعني.